ما بدي استنى أي شيء. شو اللي بدك إياه؟ يعني أنت بدك ياني إنه أخسر سمعتي قدام رفقاتي؟ لا. أوعك تفكر للحظة إني ممكن أسمح لهذا الشيء إنه يصير. اسمعني كتير منيح، في بنت واحدة رح تصير كنتي وما في حدا غيرها، وهي بتكون نهاركة ولا حدا غيرها. فهمت هالشي؟ ايه فهمت، وفهمت كتير منيح. هلأ فهمت ليش بدك ياني اتزوج نهاريكا. طبيعي، مو لأنه تربينا سوا ولا لأنه نحن لابقين لبعض. بدك إني اتزوجها لأنه هي غنية مثلنا ووضعها مثل وضعك. خليني أحكي معك بصراحة ومن الآخر كمان، أنت ما بدك شريكة حياة لابنك، أنت بدك كني غنية تستعرضي فيها قدام رفقاتك كلهم. سكوت. لا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.